السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني، شخباركم؟ كل شيء بخير، نتمنى تكونوا كاملين تعون صحة والعافية، كاملين بخير وعلى خير. معكم هشام من قناتكم الكرة المغربية بالدارجة. باش ما نطولش الأخوتي، قبل ما نطولش ما تنزوج دعمونا بزر إعجاب باش الفيديو يطلع ويحقق نتائج إيجابية. وباش ما نطولش الأخوتي، نمروا الآن الأهم عناوين حلقة اليوم. الإعلام الجزائري يفضح نفسه بنفسه ويتورط في الأكاذيب ضد الوحدة الترابية. المغرب يفاجئ العالم ويفتح جسرا للعودة للمغرر بهم في مخيمات تندوف. القمر محمد السادس يرصد تحركات البوليزاريو وتعليمات للقوات والمشاة والدركة الحربية برفع درجة الاستنفار بالمنطقة العازلة. بعد إسقاط طائرات درون، الجيش المغربي يقف على مفاجأة في عنق كلب بالمنطقة العازلة. تقريع وانتظار لأكثر من 3 ساعات، قائد الجيش الجزائري شنقريحة يوبخ زعيم الانفصاليين غالي بسبب فشلهم في القرقارات. انتهت اللعبة أو جيم أوفر. المغرب والملك محمد السادس يوجهون ضربة قوية غير متوقعة للبوليزاري وحليفته الجزائر. تطور جديد ينهي كل شيء. لا حديث في الإعلام الجزائري إلا عن المغرب وتحيزه الذي لا يخفيه يوما لجبهة البوليزاريو الانفصالية. النهار والشروق وكذلك البلاد، قنوات ومواقع وجرائد تابعة لنظام العسكر بالجزائر بات همها الوحيد مهاجمة المغرب بكل الأشكال، بما فيها الأكاذيب التي لا أساس لها من الصحة. في الوقت الذي تسارع فيه الدول العربية وكذلك الإفريقية من أجل حل النزاع وفقا للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، والذي يعد الحل الوحيد والأوحد لطي الصراع الذي دام ل4 عقود، للجزائر رأي آخر ومخالف تماما، وهمها الوحيد مهاجمة المغرب ووحدة ترابها. ويتساءل المراقبون والخبراء، فكيف لدولة جارة تدعي أنها ليست طرف في النزاع في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية أن تهاجم المغرب بتلك الطريقة، ولا سيما أن أغلب الادعاءات كانت مفبركة وكاذبة وبحث بسيط يكشف زيفها. قال سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الحالية عن الصحراويين الباقين في مخيمات تندوف إن الوطن يفتح لهم صدره، فمهما فعلوا إذ رجعوا فهم إخواننا، متمنيا أن يرجعوا وينتهي هذا النزاع المفتعل من بقايا الاستعمار والحرب الباردة التي تقودها الجزائر. وأكد سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الحالية السبت الماضي أن المغرب يفتح جسرا للعودة للصحراء المغرر بهم في مخيمات تندوف من قبل جبهة البوليزاريو، مجددا مبادرة الوطن غفور الرحيم التي أطلقها الراحل الملك السابق الحسن الثاني. وأوضح العثماني في حوار تواصلي مع أعضاء الحزب بالأقاليم الصحراوية عبر منصة التواصل عن بعد أهمية مبادرة الصفح التي أطلقها الملك الراحل الحسن الثاني في عودة الآلاف من الصحراويين من مخيمات تندوف، ومن بينهم مؤسسين للبوليزاريو، وهم اليوم يساهمون من مواقع متعددة ببناء الوطن في دينامية وسياسية ودبلوماسية وتنموية وثقافية، مؤكدا الوطن يفتح له بصدره مما فعلوا إذ رجعوا فهم إخواننا، ونتمنى أن يرجعوا وينتهي هذا النزاع المفتعل من بقايا الاستعمار والحرب الباردة، ولا مكان لهم اليوم في عالم التكتلات. وعبر العثماني في حديثه عن تطورات قضية الصحراء المغربية، وهو الإنسان الصحراوي الذي أبان عن وطنية عالية وتشبث كبير بوطنيته، مضيفا أن قضية الصحراء المغربية ليست لها معنى بدون انخراط الإنسان الصحراوي والاهتمام به لكي يشعر بأنه معزز ومكرم ومحترم وله المكان اللائق سياسيا وتنمويا واجتماعيا وثقافيا. استعان المغرب بالقمر الصناعي محمد السادس الذي تم إطلاقه مؤخرا في عمليات رصد تحركات لجبهة البوليزاريو الانفصالية بمنطقة بعيدة عن الجدار العازل وقرب من تفاريت وبئر الحلو والقرقارات والمحبسة. وتمكن القمر الصناعي محمد السادس من رصد إقدام عناصر من ميليشيات البوليزاريو على زرع خيام وتنظيم وقفات احتجاجية بمنطقة المحبسة على بعد 1 كيلومتر من الجدار العازل، وهو ما دفع السلطات المغربية إلى إفادة تعزيز
جائزة عسكرية رفيعة شوهد تتجه نحو العيون ابتداء من أمس الأحد، وتضم العديد من الشاحنات العسكرية المحملة بعناصر من الجيش المغربي إضافة إلى معدات عسكرية أخرى، في رسالة قوية مفادها أن الرباط مستعدة لجميع الاحتمالات بما فيها الخيار العسكري. كما تمكن القمر الصناعي المغربي من رصد عمليات اقتحام كتيبة مسلحة من التابعة للبوليزاريو الخميس الماضي لأطراف من أسا الزاق، حيث قامت بإنزال عتاد عسكري وتشييد معسكر بالخيام والخنادق المحفورة في الأرض والمبنية بأكياس من الرمال، وذلك بهدف جر القوات المسلحة الملكية إلى مواجهة قبيل صدور القرار الأممي المتعلق بتجديد السنوي لعمل المينورسو. هذا وقد تلقت قوة المشاة والدركة الحربية تعليمات رفيعة برفع درجة الاستنفار، إذ وضعت الوحدات العسكرية الخاصة على أهبة الاستعداد تحسبا لكل الاحتمالات ولمنع عناصر ميليشيات البوليزاريو من التحرك بكل حرية بمناطق جديدة رصدها القمر الصناعي. محمد السادس. تمكنت عناصر من القوات المسلحة الملكية المرابطة بالمنطقة العازلة بمعبر الجرجرات من استهداف كلب مدرب بمزود بكاميرا تجسس مثبتة بعنقه، ونجحت عناصر الجيش المغربي للمرة الثانية في إحباط محاولة التجسس على المنطقة العازلة من قبل ميليشيات البوليزاريو التي يسعون لمعرفة خارطة الألغام التي وضعها الجيش المغربي على طوال الجدار الأمني. يذكر أن عناصر الجيش تمكنت قبل يومين من إسقاط طائرات من دون طيار بين قوسين درون رصدت تحوم في سماء المنطقة العازلة. انتظر زعيم الانفصاليين لأزيد من 3 ساعات في قاعة الانتظار قبل أن يستقبله قائد الجيش الجزائري شين الريح ويوبخه على فشلهم بمنطقة القرقرات حسب مصادر مطلعة متطابقة. وأوضحت المصادر أن زعيم الانفصاليين إبراهيم رخيص ومن معه ومن يدعمونه تفاجأوا بردة فعل المغرب والقرار تدخله بحزم وبسن بالمنطقة وتأمين المعبر التجاري والمدني في ظرف وجيز بعدما استغرقت المرتزقة أكثر من أسبوعين من الاستفزازات المتواصلة وتتواصل إخفاقات الجبهة الوهمية ويتضاعف رقم الصفعات التي تتلقاها كل يوم. فقد قرر ممثلهم السابق في البرازيل الاستقرار بالبلد بعدما أخذ الجنسية ورفض العودة بشكل مطلق إلى المخيمات. في خبر سينزل كقطعة ثلج باردة على البوليزاريو وحليفتها اليتيمة الجزائر، كشفت المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس عن مشروع جديد وكبير لإحداث منطقة لوجستية صناعية وتجارية في القرقرات على مساحة 30 هكتارا، نصف المساحة ستخصص لأنشطة الصناعة والتجارة فيما سيستغل النصف الثاني كمنصة لوجستية. الأمور لن تقف عند هذا الحد، فقد قرر المغرب كذلك تحويل منطقة بيرغندوز بدورها إلى منطقة لوجستية بنفس المساحة، وهو الأمر الذي سيعود بالنفع الكبير على المنطقة بكاملها. إن المغرب يتحرك بسرعة لتثبيت ما حققه على الأرض بفتح معبر القرقرات وعزل المنطقة بكاملها عن بقية المناطق الصحراوية العازلة بالحاجز الرملي المسلح بالمتفجرات والألغام يصعب على عناصر جبهة البوليزاريو اختراقه أو تجاوزه. إخواني لهنا انتهت حلقة هذا اليوم، تمنى من الله سبحانه وتعالى لأن أدنى الإعجاب ديالكم. ما تنسوش تشاركوا في القناة تفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله إلى حلقة مساء أو بعد قليل إن شاء الله.